بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلبتنا الأعزاء في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كلية طب الأسنان المرحلة الثانية لمادة التشريح العام. محاضرتنا اليوم في بداية العام الدراسي الجديد اللي هي Human Anatomy، محاضرة رقم واحد اللي هي بعنوان The Scalp. راح نتحدث عن السكالب مالتها، فالديكلينيكال نوت about the blood supply, nerve supply, content مالتها ومنين تتكون والطبقات مالتها، نتعرف عليها واحدة واحدة. بالنسبة للسكالب مثل ما جاي تلاحظون هذه في الصورة للطبقات مال السكالب. السكالب consist of five layers، من خمس طبقات، واضح؟ من خمس طبقات. The first three of which are bounded together and move as a whole on the scalp. السكالب اللي هي فروة الرئيس تتكون من خمس طبقات. أول ثلاث طبقات تكون اتصال وتيد بيناتهم، يعني ما تقدر تفرق بيناتهم، وتتحرك بشكل متواصل، يعني على طول السكول عظم الجمجمة تقدر تحركها، يعني أي واحد هسه بالأصابع مالته يحركها، يحرك السكول شاي حرك راح يحرك أول ثلاثة طبقات اللي راح نتعرف عليهن واحدة واحدة. هاي الطبقة الأولى والثانية، وهاي الطبقة الثالثة اللي تتحرك، أما بقية الطبقات اثنين لا ما تقدر تتحرك فوق السكول. The first letter of the each layer combine to spell acromion the scalp. إذن من الجميل بأنه كلمة scalp تتكون من خمسة أحرف، كل حرف يكون اسم لبداية كل طبقة تتكون من عندها السكالب. فبما أنه السكالب تتكون من خمس طبقات اللي هي راح نتعرف عليهم واحدة واحدة. أول واحدة هي سكين، الجلد، هذا الحرف الاس اللي هي كلمة سكالب. Skin which is thick and hair bearing and contain numerous sebaceous glands. الجلد يكون thick سميك and hair bearing يحمل الشعر and contain numerous sebaceous glands اللي هي الغدد العرقية. ومثل ما جاي تلاحظون هذا اللون البني اللي هي طبقة السكين اللي يحتوي لنا على الشعر و سبيشال سكين. فتحفظون هاي اليوم، خاف تجيكم مثلا بالام سي كيو بالصح والخطا، مثلا ذا سكين كونتين ذا فلون اكسبت كونتين، مثلا ذا هيرينج مثلا فد ذين ارتري ماسل، يعني مثلا يشفى بين يكون اختياركم للهير بيرينج، وكذلك بالنسبه للسبيشس. فس أول طبقة اللي هي جليد سكين. الطبقة الثانية كونكتيف تشو، كونكتيف تشو بداية حرف السي اللي راح تتكون من عندها السكال. كونكتيف تشو of the superficial fascia beneath the skin. إذا الكونكتيف تشو منين يجينا؟ من السوبرفيشال فاشيا. مثل ما تعرفون أنتم الجسم بي تو تايب اوف فاشيا، اكو سوبرفيشال فيشيا واكو عندنا ديب فيشيا. اذا كونكتيف تشو اللي هي هذه الطبقه الصفراء، كونكتيف تشو منين جايتنا؟ هي من السوبرفيشال فيشيا بنيث ذا سكين تحت الجلد مباشره، which is فايبر فاتي تليف شحمي الكونتنت مالتها. وكذلك بيها شنو؟ The fibrous septa united the skin to the underlying aponeurosis of the occipital frontalis muscle. هذه الكونكتيف تيشو، هاي إذا جاي تلاحظون هاي بيها fibrous septa، هذه لونها الأصفر الفاتح، هذا هاي نسميها fibrous septa. وين موجودة هاي بالكونكتيف تيشو؟ هاي شنو؟ United يعني تلزم مثل ما تقولون السكين بالطبقة اللي تحت الكونكتيف تيشو اللي هي يا هي الابيكرينيوم ابانيوروسيس.
ولا بيكونيوم ابرنيوسيس اللي هو شنو هو؟ اللي هو الوتد مال من؟ مال اوكسيبتا فانتاليس مصل. هنا ايش تحتوي الكونكتيف تشو؟ يحتوي نيوموس اتي ان فين ار فاوند ان ذيس لاير. مساء على السكين يحتوينا شنو هو؟ هير بينج اند كونتين نيوموس سيبيشس جلاند. كونكتيف تشو يحتوينا على اتيز اند فينز فاوند ان ذيس لاير. The arteries are bunches of external and internal carotid artery, and there's a free anastomosis take place between them. مثل ما تعرفون هناك يعني يزول هي كمان كاروتيد موجود بي من جهة اليسار ومن جهة اليمين من ليفت ورايت. الكمان كاروتيد راح يتقسمين إلى external carotid and internal carotid artery. Internal carotid artery راح يدخلنا للبرين، سبلاي للبرين، الدماغ. اما الاكستيرن فشنو هو؟ راح يمر سبلاي السكين والفيس والسكال. يقول لك هنا بهاي المكان، هذا المكان راح يجي البانشات الموجوده من الاكستيرن اللي هو كمان ومات من داخل جمجمه، تصل عن طريق البونز بسيوتشر، يعني تعبرنا يعني بعض الفورامينات، بعض الفتحات اللي موجودة، راح يكون هنا anastomosis between the external and internal carotid artery. إذن هسه أول طبقتين هي skin and connective tissue. الطبقة الثالثة اللي هي aponeurosis اللي هي pericardium which is thin tendinous sheath. شوف وتد that united the occipital and the frontalis villi of the occipitofrontalis muscle. The latter margin of the aponeurosis are attached to the temporal fascia. شنو هذا؟ هاي الابونيوسيس هو شنو هو؟ هو وتد، وتد ليفي او طبقه ليفيه. هي اكو المصل اللي موجوده بالسكاب اللي هي نسميه احنا اوكسيبيتو فرونتاس، اوكسيبيتو من القحف والفرونتاس من الجبهه من الامام. ذني شلون نسميهم بالليز يعني البطن مالت العضله منا ومنا، بيناتنا راح يكون الوتد مالتين اللي هو ابيكانيوم ابونيوروسيس. زين من الجهتين منا ومنا، من الليف سايد اللاترال سايد يعني منا ومنا ليفت رايت، هذا اللاتر ابونيوروسيس ويا من اتاتش؟ اتاتش ويا من؟ ويا تمبالس فيشي، من الجهتين تمبالس فيشي. اذا من الامام ومن الخلف راح يكون اتصاله ويا الاوكسيبيتال اند فرونتاليس مصل، ومنا ومنا ويا من راح يتصل ويا تمبالس فيشي. خاف تجيكم هاي مثلا بالفراغات، مثلا تجيكم مثلا بالام سي كيو على سبيل المثال the latter margin of aponeurosis are attached to the which of the following، يعني اي مثل تمبر فيش، بي مثل تمبر بون، سي مثل دي فيش، وهكذا. فلازم تحفظون اللاتر ماجن، وهكذا ايضا بالنسبه للانتير والبوستير. هاي الطبقه الثالثه. اذا هسه احنا حكينا الطبقه الاولى سكين كونكتيف تشو، طبقه الابونيوسيس. راح نجي للطبقه الرابعه اللي هي لوز ايريال تشو سكالب، حرف ال، واضح؟ loose area tissue which is occupied the subabneotic space، يعني تقريبا هو فراغ. هذا الابنيوسيس جوا يكون فراغ بسيط نسميه loose area tissue اللي هو space loose connected the epicranium to the periosteum of the skull اللي هي الطبقة اللي تحتها. إذا loose connective tissue راح يكون بين between abneosis epicranium وكذلك between البيكرينيوم. The loose the area tissue contain a few small arteries. إذا شبيها بها few small arteries but also contain some important necessary vein. Necessary vein اللي هي هذه valves ما بها صمامات and connected superficial vein of the skull with the diabloic vein of the skull bone. إذن هاي مهمة هاي الميسيسيري فين. الميسيسيري فين عندك انت دايبلوك فين، هاي الفينات وين موجودة؟ بالسكال بون بتوين الاوتر تيبل والانر تيبل، شلون بليتات داخلها موجودة دايبلوك فين، هاي تمر وين؟ تمشي بالسكال بون.
هنا هذه الميسيسايدية اللي موجودة باللوس اليوت تشو المينيسكاب متصلة بيناتهم، وعادة هاي تكون بافلس ما بها صمامات، واضح؟ وهاي دايبلوك فين ويا من الصوب، الصوب الانتاك هنا فينوس ساينس، اذا داخل دمار. اذا هنا راح نتوقع مثلا انفكشن، يصير التهاب قيح او تيومر، نتوقع الاتصال راح يكون بالدماغ والطبقة الخارجية مات الدماغ اللي مع عن طريق بني الفينس. الطبقة الأخيرة اللي هي البريكانيوم which is the بيوسيوم covering the outer surface of the skull bone. البيكرينيوم اللي هو البيوسيوم اللي غيطين الـ outer surface of the skull bone. أكو إحنا قلنا outer table بالskull bone وأكو inner table، واضح؟ فالـ outer table شنو هنسميه بيكرينيوم اللي هي بيستينيوم بيوسيوم. It is important to remember that the suture between the individual skull artery, the بيوسيوم in the outer surface is become continuous with the periosteum of the inner surface of the skull bone. وهذه مثل ما تلاحظونها هسه هذه اسماء الطبقات اللي اخذناها تقريبا. هذه السكن حكينا عليها، كونكتيف تيشو، طبقه مالت الكونكتيف تيشو هذه، وكذلك لوس كونكتيف تشو، وهاي طبقة عفوا هاي طبقة البيوستيوم، واضح؟ وهنا طبقة الأبونيوسيس هاي موجودة. الأبونيوس تقريبا هو هذا، يا جاي تشوفونه هذا الأبونيوسيس، وهذا الفونتر بلي أو ذا أوكسيبيتال فونتانس مصر، وهذه الأوكسيبيتال بلي او ذا اوكسيبيتال فونتايس مصر، بيناتهم مش موجودات الابونيوسيس، وهاي الابونيوسيس منا ومنا يتساويين بالتمبر فيشيا. جاي تلاحظون هنا الميسيس ايفيا الموجوده باللوس كونكتيف تشو، جاي وين تتصل ويا من تتصل ويا الدايبلوك فين، هاي الدايبلوك فين باوله، هذا السكال بون، هذا الاوتر تيبل، وهاي الانر تيبل، وهاي الدايبلوك فين، واضح؟ شوف الدايبلوك وين من الصوب، وين الصوب؟ الصم بالانتراكرانيال فينوس ساينس، اسمت هنا سوبيا ساجيتال ساينس، هذا واضح؟ جاي يصب بي دايبلوك فين، والدايبلوك فين موجودة بالسكال بون، يتصل ويا من؟ ويا الامسيساي فين، شوف الامسيساي فين اللي موجودة ويا من باللوس كونكتيف تيشو، واضح؟ هذه تقريبا كورنر سكشن للأبر هيد اللي توضح طبقات السكال. وهنا المصل of the scalp اللي هي الأوكسيبيتال فرونتاليس مصل اللي الأبيكرينيوم أبونيوسيس اللي هو التندن شيت مالته، راح يكون إن الطبقة الثالثة للسكالب. هسه المصل of the scalp اللي هي بس وحدة اللي هي أوكسيبيتال فرونتاليس مصل اللي تعرفوا عليه، هاي الأوكسيبيتال فرونتاليس مصل، هذا الفرونتال باللي، هذا الأوكسيبيتال باللي، وهذا التندين مالته. فهذا تيبل شوية مهم، واحد هسه أوكسيبيتالس فرونتاليس، عندك أوكسيبيتال باللي وفرونتال باللي. الأوكسيبيتال باللي الأوريجين مالته مين؟ من الهايست نيكل لاين إن ذا أوكسيبيتال بون، هذا الأوكسيبيتال بون جاي تلاحظونه، أكو هنا تقريبا خط أو حز أو بروز نسميه نيكل لاين. نيكل لاين وين موجود؟ بالاوكسيبيتال بون، واخذناها احنا في المرحله الاولى، هنا راح يكون الاتصال مالته. بينما الفرونتال باللي وين من احسن تبدي الاوريجن مالته من السكين اند سوبرفيشال فيشيا اوف ذا ايبرو، اعلى العين هذا الاوريجن مالته من السكين. وين راح يصير الانسيرشن مالته؟ بالابيكرينيوم ابونيوسيز اللي هو هذا اللون، ابيكرينيوم ابونيوسيز هذا التندن مالته اللي هو الطبقة الثالثة من layer of the skull. النيرف سبلاي احنا بالفيشل نيرف اكيد هيسوي سبلاي، والاكشن مالتها move the skull on the skull and raise of the eye above.
Okay, هذا بالنسبة للأكشن مال. Note that when this muscle is contracted, the face tail of the skull move forward and forward, backward. اللي احنا حكينا من ساعة بداية المحاضرة قلنا أول 3 طبقات بإمكان تتحرك فوق السكال، واضح؟ شلون تتحرك هذا؟ من يصير كونتراكشن الهاي المصل، واضح؟ راح نجي هسه خلصنا من الكونتنت أو محتويات السكال، أخذنا المصل، بس راح نجي المين للسنسري نيرف سبلاي أو ذا سكال. وهي هاي تقريبا الدنيا الموجودة هنا مهمة تحفظونهم. راح نجي the main attack of sensory nerve or lie in the superficial fascia, the following nerve are the present ثاني راح نجي نتعرف عليهم. عندك the super trochlear nerve والsuper orbital nerve، هذا منا من قدام اثنيناتهم. ثاني منين البرانشات؟ برانشات من ophthalmic division of the trigeminal nerve. trigeminal nerve ب3 ديفيجن اللي هو الاوبثالميك وماكزيلا والمانديبول. في الاوبثالميك راح يعطينا سوبر توكليا ويعطينا سوبر اوربيتال نير دنيا، واضح؟ نيجي ذني من اوبثالميك ديفيجن. كذلك النير الثالث اللي هو نسميه زايجوماتوكو تمبورا نير اللي هو بانش مين من المكزيلا ديفيجن اوف ذا trigeminal nerve. Maxillary division of the trigeminal nerve. واضح؟ أما النير الرابع اللي هو اوركيولو تمبرا نيرف اللي هو branch مين من المانديبولا division of the trigeminal nerve. إذن ذني أول 4 نيرفات منين يجين؟ من السنسي. انتبهوا هنا سنسي، لأن إحنا الموتور سبلاي نير من فيشل نير اللي يسوي لنا المصل، تعرفون أنتم الموتور إلما للمصل فونتا مساء أخذناها في فيشل نير. أوكي، سنسي نير هنا. إذن الأوبتالميك ديفيجين والماكزيلاري ديفيجين والماندبل. الماكزيلاري ديفيجين ب2 اللي هو السوبر توكليا سوبر أوربيتال، أما المكزيلاري ديفيجين ب1 اللي هو زايجوماتوكو تمبرا، وأخيرا الماندبل ديفيجين راح يعطينا الأوركلو تمبرا نير. ذني منين يجن الأربعة؟ يجن من التايجمنال نير. ذني ياهن بقى الاثنين الأخيرات اللي هن الليسر أوكسيبيتال نير والجريتال أوكسيبيتال نير، من اسمها بالقحرف إذا خلفيات. هذا الليسر أوكسيبيتال والجريتال أوكسيبيتال، ومنين يجن بانش فروم ذا سيرفايكال براكسيس. إذا من يجينا من السباين، من السباين C2 الفقرة العنقية الثانية، واضح؟ إذا السنسي نيرف سبلاي أوف ذا سكال ذني الأربعة يجينا منين؟ من الترايجيمينال اللي هو كرينيال نيرف من داخل الدماغ، كرينيال نيرف، واضح؟ أما الاثنين الأخرانيات اللي هو الخامس والسادس منين يجينا؟ من السباينال نيرف العنقية، من السيرفايكال سباين من العنقية. إذا العنقية تعطينا 2 والكرانيال دماغ يعطينا 4. راح نجي لمن؟ إلى الأرتري سبلاي أوف ذا سكال. أخذنا هسه هذا كمخطط النيرفات، هسه نجي تقريبا أسماء الأرتري نفس أسماء النيرف، وكذلك الفين هي نفس الأرتري. مثل ما تعرفون كل نيرف متصل وياه شنو؟ أرتري. فالآتري سبلاي للسكاب اللي هو السوبر توخيليا آن سوبر أوربيتال آتريز اللي هي بانشز من الأوبثالميك آتري. أوبثالميك آتري مثل ما تعرف يدخل عن طريق الأوبتيك كانال اللي أوبتيك نيرف، وياه يدخل يمر وياه الأوبثالميك آتري. إذا هذا منين يجي؟ من الدماغ، واضح؟ هذا مهم، هذا تحفظونه منين؟ هذا من الانتينا كاروتيد ارتري اللي من الساعه احنا اخذنا بدايه المحاضره قلنا السكالب سبلاي فروم ذا انتينا كاروتيد ارتري اند اكستينا كاروتيد ارتري. اوبثالميك ارتري هنا منين يطلع لنا؟ من الانتينا كاروتيد ارتري، واضح؟ اللي راح يعطينا تو برانشز سوبر توكليا اند سوبر اوربيتال اللي هنا ذني. يجي بعد شنو عندك؟ superficial tumbar artery اللي هو برانش منين؟ من الاكسترنال كاروتيد artery. شوفوا من هذا الانترنال، هنا هسه الاكسترنال اللي هو superficial tumbar artery،
واضح؟ وعندنا الأخ بوستيا أوركيولا آتي اللي هو أيضا برانش من الإكسترنال كاروتيد آتي، هذا يا هذا البوستيا أوركيولا آتي، وهذا نسا أخذناه سوبرفيشال تمبر آتي. وأخيرا موجود الأوكسيبيتال آتي اللي هو أيضا برانش من الإكسترنال كاروتيد آتي. إذن ذن الثلاثة اللي هو سوبرفيشال تمبر آتي، بوستيا أوركيولا آتي، عن أوكسيبيتال آتي اللي هنا برانشات من اكسترنال كاروتيد ارتري، بينما اول اثنين السوبر توكلية والسوبر اوربيتال برانش من اوبتالميك اللي هو يجينا من الانترنال كاروتيد ارتري. الفين فينوس درينج اوف ذا سكال تقريبا هي نفس الارتري اكومباني وذ ارتري، لهذا احنا عندنا السوبر توكلية اند سوبر فين يونايتد at the medial margin of the orbit to form the facial vein. facial vein ما يتكون facial vein، مهم هذه، كلش مهمة هذه facial vein. إذا واحد يسألكم تجيكم بال MCQ بالفراغات facial nerve مين يتكون؟ يتكون من supra trochlear and supra orbital. إنه وين يونايتد؟ at the medial margin of the orbit يسوون facial vein اللي هنا ذني. نشوف هذا الفيشل من يتكون؟ يتكون من اتحاد سوبراتوريا عن سوبرابيتال. فينوس درينج السكاب الداخل هو سوبرفيشال تومبر فين اللي هي يونايتد وذ ذا ماكسيلاري فين ان سبستانس ان باروتيد تو فورم ذا ريتروماندبولار فين. مهم ريتروماندبولار فين، اذا سوبرفيشال تومبر فين يتحد لنا ويا الماكسيلاري فين يكون retromandibular vein، وهنا السوبر توكيا والسوبر اوربيتا يتحدن يكون الفيشال نير. هذا النير مهمة، يقولون هنا كلش مهمة فيشال نير يكون من السوبر توكيا عن السوبر اوربيتا، والريترومانديبولار فين يتكون من السوبر فيشال تمبر فين اللي هو يونايتد وذا المكزيلاي فين اللي هو هذا المكزيلاي فين. شوفوا هذا السوبرفيشال تمبر فين يكون ريتروماندبلر فين، واضح؟ هذا ريتروماندبلر فين. زين، بعد الفين درنج الاخر اللي هو بوستير اوركيولار فين يونايتد وذ ذا بوستير ديفيجن اوف ذا ريتروماندبلر فين جاست بيلو ذا كاروتيد تو فورم ذا اكسترنال جاجيولار فين. يكون بعدين الاكسترنال جاجيولار فين. أما الخلف اللي هو الأوكسيبيتال فين اللي هو درين into suboccipital venous subluxes which is drain into vertebral vein or to the internal jugular vein. وعو ذن ذني مصيره يوحل إلى external jugular vein، بينما الأوكسيبيتال فين مصيره وين يوحل إلى internal jugular vein. external jugular vein وقلنا internal jugular vein. occipital الدرنج مالته المل للانترنال جوجولار فين، بينما ذن الفينات تكون الدرنج مالته وين للاكسترنال جوجولار فين. القسم الاخر من السكاب اللي هو الليمفاتيك درنج، مثل ما تلاحظون الليمفاتيك درنج اوف ذا سكاب عندنا سب مانديبولا اللي هي هاي ياها سب مانديبولا والبي اوريكولا هذه مقابل الاذن أو أمام الأذن، وبوست أوكلا هذا أيضا، وعندنا ماستوي هاي الماستوي أو أتو أوكلا نفس الشيء نسميها، وكذلك الأوكسيبيتا اللي هي هذا. إذا هاي الأوكسيبيتا هاي أتو أوكلا أو نسميها ماستوي، هذه بين أوكلا، وهذا هنا سب ماندبل. نفنر ذني الفينوس درينج أوف ذا اسكال، مهم تحفظون. نجي للقسم الأخير من محاضرتنا اليوم اللي هي كليكر نوت على موضوع الاسكال. هاي الفائدة العلمية والطبية، بما أنه يسكن بها نيوماس بيش سيجنال اللي هي بها دكت، فهذا عرضة دائما إلما للإنفكشن prone to the infection. واضح؟ لهذا سبيشس سيست
اوف ذا ستار ار ذي كمان، دائما موجودة، حبيبات تجي دائما يجونا، مثل امهات تجيب اطفالهم او يجون المرضى، يعني اكو عندي مثل ما تقول بعد فدوامة او دزوة بالسكالب، احنا من خلال الفحص نستنتج بانه يعني انفكشن صار وين بالسبيشوس جلاند. كذلك يقول لك even small laceration of the scalp cause severe blood loss. ليش؟ لأنه numerous anastomosis و numerous blood supply heavy كلش هواي و difficult to stop the bleeding. واضح؟ لهذا تقريبا احنا اللوكال باجا applied to the scalp is the only satisfactory method for stop the bleeding. واضح؟ وهنا يجيك الانفكشن ملاحظه بالسكاب تن تو مين لوكالايز. ليش لوكالايز؟ يعني طبقات متصله بحكم باحكام واحده من الثانيه، ومو فرق بينات العمود بساعه ينتشر. لهذا من يصير ديستنشن توسع بها ويصير الام كلش قويه، يعني واضح؟ ليش؟ يعني احنا عندنا ابندنت فايبرس تشو، طبقات كلش قلنا فايبرس سبته موجوده بينات تتصل بين هاي الطبقات كلها، واضح؟ بس مرات يقول لك الانفكشن يمكن عن طريق الامسيسيفين اللي مساخنا، يمكن يوصل المين للدايبلوفين، واضح؟ والدايبلوفين اللي يصب الساينس، ففينوس ساينس مالت الكرينيوم، لهذا بديوس فينوس ساينس الثمبوسيس اللي هاي كلش مهمة، واضح؟ اللي هو عن طريقها ينتقل القيح. خلصت المحاضرة. Thank you for your attention. نتمنى أن استفادتوا بهاي المحاضرة البسيطة، على أمل أن نلتقي معكم بالمحاضرة الثانية من Human Anatomy. كان معكم محدثكم الدكتور رافد أمتان حسين التميمي، دكتوراه كلينيكال راديولوجي. نتمنى لكم كل التوفيق، واحنا حاضرين الى اي استفسار، وامل نلتقيكم بالمحاضرة الثانية. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لحسن اصغائكم. شكرا جزيلا لكم.